مشاهدي قناة القلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة حلقة خاصة، لقاء خاص، وإحنا نعيش الذكرى الثانية لانتخابات 23 أكتوبر. الذكرى هذه في واقع الأمر عزيزة على كل التونسيين رغم كل الشوائب وبقطع النظر على أي اعتبار. الذكرى هذه يلزم الإنسان يدرك من خلالها أنها راهي حقة تحول جذري، مش فقط على صعيد الوضع الفردي والوضع الاجتماعي، وإنما على صعيد الوضع الإقليمي وحتى نقول الوضع العربي بشكل عام. احنا نحب نحتفل بالذكرى هذه على طريقتنا الخاصة. استضفنا أحد أبرز الوجوه اللي جابتها انتخابات 23 أكتوبر في حكومة الترويكا، السيد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة سي نور الدين البحيري. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين، واهلا وسهلا بك. اذا سي نور الدين، هي مشاكل ماذا بينا احنا نطرحوها الكل ونجاوبوا عليها الكل، لكن مش نقتصروا على بعض المحطات منها. وعلاش نبدا بالمشاكل احنا؟ خلينا نقول صاحب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، تحية ليك وتحية للسادة المشاهدين وتحية لهذا الإنجاز الإعلامي في تونس، ولا إن شاء الله يكون يمثل إضافة في المشهد الإعلامي، وتحية لكل أبناء تونس، وتحية خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى انتخابات 23 أكتوبر مع ما تعنيه هذه الانتخابات، تحية لكل عائلات الشهداء، تحية خاصة لأمهات الشهداء، تحية لكل ضحايا العهد البائد الذين عبدوا بتضحياتهم الطريق لإنجاز هذه الثورة المباركة. الحمد لله مرة أخرى على هذه الثورة المباركة، والحمد لله على ما تحقق في تونس من إنجازات، وأدناها أن الشعب التونسي استطاع أن ينجح في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بدون ضغوط وبدون تهديد وبدون إغراءات وبدون تزييف، والورقة تدخل بيضة تخرج بيضة وتدخل زرقة تخرج زرقة، وما ثمش صبيغة والحمد لله لأول مرة في تاريخه الحديث. هذا في حد ذاته مكسب عظيم وعظيم جدا لا يجب التنازل عليه، والمكسب هذايا لم يأتي صدفة ولم يأتي منة من أحد، ولم يأتي إلا هبة من الله سبحانه وتعالى وإكراما منه لهذا الشعب العظيم، وبفضل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدات والمجاهدين. ولذلك تحية لعائلة الشهداء، ورحم الله شهدانا الأبرار، ما لازمش ينساهم من مختلف الاتجاهات وفي مختلف مراحل النضال الوطني من أجل الحرية والديمقراطية. وأقول للشعب التونسي هنيئا له بهذه الديمقراطية وهنيئا له بنتائج الانتخابات، ونحن والحمد لله ما نبدأوش بالمشاكل، نحن نبدأ بما تحقق، ولا تحقق إلى حد هذه الساعة على الأقل في الديمقراطية والحرية والصندوق الشفاف مش شوية. ومع ذلك سي نور الدين، هو اللي مش يتوجه للحكومة في أعلى سلطة فيها، مش يتوجه لها ديما بطرح المشاكل، مش يطرح يعني يتوجه لها بالمكاسب إلى غير ذلك، وهذا ما دأبنا عليه تقريبا معناه. وإحنا إعلاميا نحاول أن نكشفوا مثل هالمشاكل، على الأقل نوصلوا صوت المواطن. وأول ملف تقريبا يهمك أنت شخصيا هو الملف القضاء. الملف هذايا علاش قلت مش نتوجه ببعض المشاكل، طرحوا بعض الأطراف الموجودين في مجال القضاء جملة من المشاكل، احنا نستعرضوا البعض منها ونلامسوا هالمشاكل هذية بطريقة على الأقل تقدم إضاءات من شأنها أنها تكون مناسبة للذكرى هذية الثانية، وتعطي بعض تطمينات إذا شئنا أو بعض الحلول للمسائل اللي طرحوها. شاهدوا مع بعضنا. سي نور الدين البحيري طبيعي هو الميدان متاعنا، معناه هو أقرب واحد، مش حكاية مطالبة لكنه احنا عشم في كوننا زملاء، وكل ينظر للقطاع نظر الوزن متاعه. القطاع بالحق يعاني من عديد من المشاكل، مش باش ندمره، مش وقته أكيد، مش نوقفه مع الناس الكل، لكن كل ما يتعطى القطاع هذا قدره، كل ما يكون راهو تجم تكون وقفته حاسمة في مستقبل البلاد. مش مثلا ما يعملوش جمعية للكتاب المحامين ويشرفوا عليها بمني ناس من أهل المهنة،
خاطر القطاع مهمش. كانت الناس تنتظر انه مش يتم معنا اصلاح المرفق القضائي، وانه على اساس انه الوزاره اخذت بعض الاجراءات سواء بالنسبه للقضاه او بالنسبه للكتبه او بالنسبه للتجهيزات وما الى ذلك، ولكن عمليا علاش قاعده ديما الخدمات بطيئه سواء على مستوى فصل القضايا سواء على مستوى اعداد الاحكام وتنفيذها، لانه اهم حاجه بالنسبه للمتقاضي مش انه يقضى لصالح دعواه ولكن ان يتحصل على حق من ذلك الحكم، وهذه قاعده اكبر مشكل. أنا كي تحدثت قلت ما نهمدوش بمشاكل، مش لأنه أدعو إلى إعلام يزين ما تنجزه الحكومة ويتغافل عن النقائص ومعناها الأخطاء أو معناها المشاكل، لا بالعكس أنا أدعو إعلام معناها حر وإعلام مسؤول يسعى إلى قول الحقيقة كما هي، لا يجامل ولا يعادي، ينبه للمشاكل والنقائص، وهذا جزء مما نطمح إليه من دور الإعلام ودور المجتمع المدني، لأن الديمقراطية ما تنجمش تتبنى فقط بالقوانين وبإرادة السلطة السياسية. الديمقراطية يعني تنجح في هذه البلاد يجب أن تكون معززة بدور فاعل ومسؤول للمجتمع المدني في التنبيه للأخطاء، في المساندة إذا في الخيارات العامة، هي تشاركية بالنسبة للقضاء. وأنا اليوم حتى لو لما أكون وزيرا للعدل، أنا على كل حال وزير في هذه الحكومة ونتحمل جميعا مسؤولية ما يحدث، نقول أنه ما تحقق في هذا المرفق الحقيقة أمر هام، ولكن خليني نقول كذلك كان هناك إرادة وسعي من طرف لوبيات المال ولوبيات الفساد في البلاد، ومعززة ببعض الأطراف السياسية ومعززة كذلك ببعض الجهات الإعلامية لتمسي كل ما تحقق، خاصة على المستوى زوز مؤسسات كبرى في البلاد، مستوى وزارة الداخلية ووزارة العدل، لأنه كان هناك وعي بأن استمرار التجربة الديمقراطية ونجاحها وإنجاز الانتقال الديمقراطي والمرور من مرحلة الحكم المؤقت للحكم الدائم يحتاج إلى ركائز، من بين هذه الركائز ومن أهمها ركيزة الأمن وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس جديدة وإعادة الثقة بين المواطن وبين أعوان الأمن وتعزيز الدور الأمني الذي يقوم بدوره في تطبيق القانون بعيد عن الحسابات السياسية والإيديولوجية، وبناء منظومة العدالة المستقلة التي هي الوحيدة الكفيلة بحماية حرية الناس، لأنه راه القاضي مش دوره دخل الناس الحبس، القاضي دوره الأساسي هو حماية حرية الناس وحسن تطبيق القانون على الجميع وضمان المساواة. ولا ديمقراطية في غياب المساواة وفي غياب حسن تطبيق القانون على الجميع. نحن دخلنا في وضع معناها كان على كل هذه المستويات بما في ذلك المستوى الاقتصادي كان حالة انهيار، كانت هناك مؤسسة أمنية متفكة، كانت هناك مؤسسة قضائية كذلك معناها تعاني من تبعات وتعاني من تداعيات عقود من الظلم وعقود من التعدي وعقود من التوظيف لتصفية الحسابات السياسية، كانت هناك غياب ثقة بين المواطن وبين القضاء، كانت هناك فقدان لأدنى الضروريات حتى يكون هناك عمل قضائي مستقل، كان القضاة يعانون من قانون معناها متعسف ومن وضع مادي خطير وخطير جدا ومن تسلط ومن توجيه ومن تدخل بكل المعاني، كانت البلاد في حاجة إلى مجموعة من القوانين التي يجب أن تطور هذا الوضع. ولذلك قلنا أن كنا نحتاج إلى تطوير المنظومة التشريعية، تطوير المنظومة القانونية، تطوير الأوضاع المادية للقضاة، تطوير الأوضاع المادية للمحاكم، تطوير الأوضاع المادية لكل العاملين في مرفق القضاء من كتبة ومحامين وعدول الشهاد وعدول التنفيذ وخبراء، لأنه بدون ذلك لا يمكن بناء قضاء مستقل. القضاء المستقل الذي عفوا شنو اللي يتحقق من كل ذلك؟ القضاء المستقل يحتاج إلى كل هذا، تدخل تشريعي، تدخل قانوني، إجراءات مادية، إمكانيات مادية، أوضاع جديدة في السجون، أوضاع جديدة في المحاكم، اعتماد وسائل عمل معناها متطورة واستعمال آليات الحديثة. ما تحقق كان هناك معناها ما تحقق وضعت خطة متاع عمل فرقت ووزعت بين ما هو مستعجل وما هو آجل، ما هو برنامج لأول مرة في تاريخ وزارة العدل ولأول مرة في تاريخ تونس وضعت استراتيجية لإصلاح الوضع القضائي وتحديد الأولويات وتحديد المهام
القريبة المدى والمهام البعيدة المدى، وهذه الاستراتيجية لم تجهزها وزارة العدل وحدها، كانت بمشاركة منظمات دولية، وكانت بمشاركة مؤسسات معناها معترف لها بالكفاءة، مؤسسة الأمم المتحدة، مؤسسة الاتحاد الأوروبي، والعديد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية، وكانت في إطار تشاركية وطنية ومع أطراف خارجية من أجل وضع الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية وضعت وانطلقنا في تنفيذها من خلال عرض مشاريع قوانين على مجلس تأسيسي، اللي من بينها معناها القوانين اللي تنظم معناها الحريات، وقد تم معناها فيها تطويرات هامة وهامة جدا، من بينها القوانين اللي تتعلق بالحضور المحامي لدى السيد باحث البداية، من بينها قوانين تمس الجوانب المدنية، من بينها القوانين تمس وضعية المساجين في 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 السجون، من بينها قوانين تطور وضع عدول التنفيذ، وضع المحامين، وضع عدول الإشهاد. ونحن الآن بصدد معناها وضع اللمسات الأخيرة بالنسبة للمحامين لأمر ينظم توزيع القضايا على المحامين، لأن القضايا كانت توزع بالوجوه، وكانت توزع على أساس الولاء السياسي، وكانت توزع على أساس العلاقات الخاصة. فنحن الآن بصدد وضع معناها إصدار أمر من طرف السيد رئيس الحكومة ينظم فيه توزيع القضايا على المحامين حسب الكفاءة وحسب معناها القدرة وحسب معايير مضبوطة، بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للمحامين، بالاتفاق مع الجمعيات. وعلى المستوى المستوى المادي بذلنا الكثير من تطوير الأوضاع المادية في المحاكم، وهذا ملاحظ ومعاين، وتم بناء وإحداث محاكم جديدة، تم إحداث دوائر جنية في الكثير من المحاكم، تم إحداث محاكم استئناف في الكثير من الجهات، القصرين وسيدي بوزير، هناك مشاريع لإحداث محاكم استئناف في مناطق أخرى. اتخذت إجراءات من أجل تطهير القضاء واستبعاد الفاسدين الذين لا يمكن لهم معناها مواصلة القيام بهذا الدور، وهي إجراءات معلومة. تم الترفيع في أجور القضاة، هناك مشروع قانون أساسي جديد لعدول المنفذين، هناك قانون أساسي جديد لعدول الشهاد، هناك قانون أساسي جديد للخبراء المحاسبين. يعني ما حصل أمر كبير، لكن جدا. لكن مع ذلك هناك تشكي، هناك تذمر، هناك تذمر، لأن فعلا وزارة العدل استهدفت لحملة شعواء من أجل إعاقة كل محاولات الإصلاح فيها ومن أجل إرباكها، لأن لوبيات المال ولوبيات الفساد ولوبيات السياسية المعادية للثورة والمعادية لتحقيق أهداف الثورة تعي جيدا أنه إصلاح المنظومة القضائية وإصلاح المنظومة الأمنية يعني إغلاق كل الأبواب أمام قوى الردة، ويعني تحقيق الديمقراطية في تونس، ويعني تحقيق أهداف الثورة في تونس. ولذلك استأثرت هاتين الوزارتين ووزارة العدل بالذات بحملة إعلامية شعواء لم يشهدها تاريخ تونس معناها مطلقا. الذين كانوا ينادون بتطهير القضاء من الفساد اصبحوا يشنون حمله على وزاره العدل وعلى المسؤولين في الدوله من اجل اعفاء معناها عدد من القضاة، كانوا هم انفسهم يطالبون باعفائهم. الذين كانوا يطالبون بتطهير القضاء هم الذين اصبحوا يشككون في كل ما يحصل المحاكم، رغم انهم شاركوا في اتخاذ القرارات معناها فيه. كل قرار يهاجم، كل قرار يتم معناها تشويهه من طرف وسائل مجموعه ولوبي معروف ومعلوم الهوية، ومن طرف بعض وسائل الإعلام المعروفة بمعاداتها للثورة والمعروفة بسعيها إلى إجهاض كل مسائل الثورة. وللأسف الشديد الإعلام المدافع عن الثورة والإعلام المنخرط في الثورة والإعلام الذي هو له مصلحة في ضمان استقلال القضاء ونجاح هذه التجربة لم يقوم بدوره في حماية هذه معناها التجربة وفي الدفاع عليها وفي إظهار ما تحقق فيها من مكاسب. لكن ما أقوله أنه في هذا المجال حققت هذه الحكومة، والحمد لله على عكس حكومات السابقة، يكفي هذه الحكومة شرفا أنها لم تتدخل في أي قضية من القضايا المعروضة أمام القضاء. ولذلك تم إطلاق سراح البعض اللي الناس يقول هذا ما يتلمش إطلاق سراح، وتم إيقاف البعض اللي الناس كانت تتوقع أنه ما يتوقفوش. عفوا سينور الدين، ثم بعض الأقوال، بعض الآراء اللي تعتبر أنه هناك إفراج عن بعض الشخصيات بقرارات سياسية. قرار سياسي وقع تداول مثل هذا. ما هو المشكلة فين؟ هو اللي عنده حجة الشيء هذا الناس يقولوا هذا من الناس مستعد، معناها الهدف نتاعهم هو تشويه كل ما يصدر عن القضاء. لو كان افرج القضاء يقول وراه قرار سياسي، ولو كان وقف القضاء يقول وراه قرار سياسي. وهم هذوما يستفيدوا من عقليه موجوده في الشعب التونسي انه القضاء عمره ما كان مستقل، ثم رواسب في ذهن الناس. الى حد الان التونسي يعتقد وهو مقتنع كونه ما ثماش قاضي يصدر حكم وحده، ما ثماش قاضي يوقف شخص
بكل تلقائية وما ثمش قاضي يطلق سراح شخص بكل تلقائية. هل عقلية هذه من رواسب الماضي وهي ما زالت مترسخة في هذه الناس؟ ودورنا كمناضلين من أجل الديمقراطية ومن أجل استقلال القضاء باعتباره ركيزة مراكز الديمقراطية أن نتحمل تبعات مثل هذه العقلية ومثل هذه القناعات. وهالناس هذو من تحكي لهم لو كان صبت انبي لو كان صحات انبي في كل الحالات قاتلك مش مفلتك هو مش مفلتك حتى ولو تعلق الامر بنفس الشخص توقفوا القضاء اليوم يقولوا هاو السلطة دخلت واذنت بيقافوا لحسابات سياسية ولأنه وهي حليمة رجعت لعادتها القديمة. لو كان القضاء غدوة يفرج عليه هاي السلطة السياسية دخلت باش يفرج عليه. والحديث هذا ما ثم عليه حتى حجة. انا ما اقوله بكل وضوح وبكل صراحة وبكل تلقية نقول السلطة السياسية في تونس والحمد لله منذ تحملت مسؤولية في وزارة العدل لم تتدخل في أي قضية مهما كان نوعها وشرفنا. ورغم أنه ساعات الواحد معناها ربما يختلف القرار مع ما يعتقد هو وما كذا ولكن بين أن نعتقد شيئا كبشر وكمواطنين هذا شيء وبين أن يمارس القاضي صلاحيته كاملة بدون تدخل من كان هذا شيء آخر. استقلال القضاء شيء عزيز علينا برشا ونعرف يكون استقلال القضاء في ظل أوضاع غير مستقرة وفي ظل معناها قضاة ما زالت تتجذبهم الحسابات وتجذبتهم المخاوف وتتجذبهم ربما معناها حتى الانتماءات كذلك أمر صعيب. لكن إذا كان نحبوا نبنوا قضاء مستقل وإذا كان نحبوا نبنوا ديمقراطية يلزمنا نصبر على القضاء يوقف ويتيح ويرتكب ويتخذ قرار صحيح وقرار غلط. والعبرة أنه بعد مدة يلزم نوصلوا شوية صبر نتبعوا مع بعضنا اللي يغلط خطأ فاحش ظاهر يتحمل مسؤوليته ويتخذ في حقه الإجراءات واللي يغلط خطأ متاع الشهادة في الاجتهاد على كل حال من اجتهد وأصاب فلو أجر من اجتهد والمصيب والغلط. هذا ما يعنيش كون القضاء مستقل عن كل التنازعات. لا أنا أشوف اليوم قضاة يحضروا في الاعتصامات ويعملوا في المظاهرات ويصرحوا في تصريحات سياسية ولكن بين أن ندمر هذه المؤسسة وبين أن نعيد بناها ونعول على القضاة الشرفاء النزهاء اللي مهمهم حتى شيء إلا القانون شيء آخر. ونحن اخترنا هذا الطريق اخترنا طريق البناء رغم الصعوبات وقمنا بما يجب القيام منها به واتخذنا إجراءات التي لم تتخذ في تاريخ تونس مطلقا سواء كان على المستوى المادي أو على المستوى القوانين أو على المستوى الإجراءات والإعفاءات اللي حصلت عمرها ما حصلت وقد حصلت تبقى القانون. وأنا نعتقد كونه لم تكن قرارات ظالمة بل كانت قرارات في وقتها وكانت قرارات في حقها وكانت قرارات يجب أن معناها تتخذ ويجب على كل وزير عدل وعلى كل دولة في كل حكومة أن تتخذ معناها الإجراءات الرادعة ضد كل من يتجاوز ضد كل من يوظف معناها مهنته أو مسؤوليته لأغراض خاصة وضد كل من يحرف خاصة أنه نحن في مؤسسة اللي مفروض عليها الحياد والنزاهة والمصداقية والثقة الناس فيها وهذه الثقة لا يمكن أن تحقق بين ليلة وضحاها. نحن خرجنا من وضع مظلم وضع اللي الناس تحمل فيه القضاء مسؤولية كل الكوارث الحاصلة في البلاد ما نجمش بين لحظة وأخرى نخرج نلقوا القضاء كما نحبه بالضبط. وهذاك علاش ثم تدخل أيضا الأحد المحامين وهي محامية مست مسألة ملفات الفساد وطلبت منك التالي نسمعوها. كيف كنت وزير عدل شنو عملت في قطاع المحاماة شنو اللي خاصة انه قطاع المحاماة هو قطاع تعرفوا انه كان عنده تأثير كبير وعنده يعني هو كان التأثير كبير على الثورة وكان هو القائد الثورة تقريبا الثورة المباركة. كنا نعتقد انه معناها بالحكومة الجديدة يعني الحكومة اللي انبثقت عن 23 اكتوبر مش تكون اول اهتماماتها القطاع المحاماة ما في اعادة هيكلته في اصلاحه وخاصة في معناها ازاحة الشوائب اللي اعتارات القطاع اللي ما الى الان ما زالت يعني المحاميين التجمعيين ما زالوا مستفيدين من 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 هذه القضايا وما زال ما صار حد شيء جديد فيه. طيب كنت وزير عدل واي وزير عدل في الحقيقه هو مسؤوليته على حمايه مرفق القضاء بصفه عامه حتى وإن كان محامي. أنا محامي واعتز بأن كنت محامي ولكن كذلك أنا تونسي واعتز بأنني تونسي ومتحمل أمانة إدارة مرفق فيه المحامين وفيه القضاة وفيه الكتبة
وفيه الاعوان، المحامي بتبيع يسال ايش عمل المحامي، والكتب يسال ايش تعمل الكتب والاعوان، والعضو المنفذين يسال ايش تعمل. اللي نحب ناكده ونقول انه والحمد لله ان وزاره العدل في فتره ما بعد 23 اكتوبر اصبحت معناها تقريبا معناها اطار يجمع كل الفاعلين في مرفق العداله، والتشاور والحوارات واللجان المشتركه كانت معناها مع كل الفاعلين، لم نستثني احد، القضاة والمحامين والعدل المنفذين وعدل الاشهاد والخبراء العدليين والخبراء المحاسبين، وزارة العدل هي وزارة كل هؤلاء وغير هؤلاء. وعينا الى الاعتماد السلاح الشامل في كل المجالات، في المحامات وفي غير المحامات، وسألوا كتبة عوان المحامين ماذا تحقق لهم خلال هذه الفترة، فترة ما بعد 23 أكتوبر، على كل المستويات المعنوية والمادية. وبالنسبة للمحامين بالإضافة للتشاور وتشريك المحامين في كل معناها ما يطرح من نقاشات وحوارات حول كل المسائل التي تهم مرفق العدالة، لإيماننا بأن مرفق العدالة مش خاص بجهة دون جهة، مرفق العدالة يهم كل هؤلاء، ومرفق العدالة مش ممكن يتطور ويتغير ويصبح كما نطمحوه وكما نحبوه، ولو انه مازال ما موصلش الى الشيء اللي نحبوه الا بمشاركه معناها هؤلاء. ولكن النظره الاقصائيه اللي عند بعض الناس هذا ايش دخله هذا ايش دخله كانت نظره خاطئه. اعتمدنا سياسه التشاور، اعتمدنا سياسه التشارك، اعتمدنا سياسه التعاون مع الجميع، والحمد لله معناها كانت علاقتنا بالهيئه الوطنيه للمحامين وبجمعيه المحامين الشبان وبكل هياكل المحاماه في على المستوى المركزي والجهوي كانت علاقات طيبه وممتازه جدا، ليس انحيازا للمحاماة لا، بل سعيا لتوفير شروط نجاح أنا عملية الإصلاح القضائي. ما ينساوش المحامين ما تحقق في خصوص منحة المحاماة المحامين المتمرنين من تطوير الإجراءات بما حل مشاكلها تقريبا بصفة نهائية. ما ينساوش ما تحقق في خصوص التسخير وتوزيع التسخير معناها وآليات التسخير. ما ينساوش ما تحقق من انطلاق الحوار فيما تحوير الجزائي يفرض حضور المحامي لدى السيد بحث البداية، وهذا مكسب مش للمحامي على المستوى المادي، هذا مكسب للحريات وللبلاد ولحقوق الإنسان بصفة عامة. ما ينساوش الحوار الذي انطلق والذي إن شاء الله يتوج أخيرا في خصوص توزيع القضايا، والأستاذة تحوت تحدثت على توزيع القضايا، ونحن خلينا نقول بوضوح عندما نتحدث على توزيع القضايا ما نتحدثش على توزيع القضايا لاعتبارات سياسية ولاعتبارات، نحن رفضنا توزيع القضايا على أساس الولاء السياسي، وما زلنا نرفض توزيع القضايا على أساس الولاء السياسي، ووضعنا قواعد لتوزيع القضايا بين المحامين بما يضمن المساواة بينهم، بمضمن حق العيش الكريم لكل محامي، بمضمن كذلك الجدوى والإيجابية لفائدة الدولة ولفائدة مؤسسات الدولة. ما ينساوش الدوائر الجنائية اللي اتفتحت في الكثير من المحاكم، ما ينساوش محاكم الاستئناف الجديدة اللي فتحت. ومع ذلك دوسيات الفساد قالت لك نخلي تحتم أكثر من 20 سنة. وما ينساوش هاني جيت عاد لو كان صبرت راك حجيت. وما ينساوش ما تحقق في خصوص مقاومة الفساد، واللي أهم شيء تحقق فيه مقاومة الفساد هو أكل القطب القضائي، واللي هو نظرة جديدة لمعالجة قضايا الفساد. قضايا الفساد كانت موزعة مشتتة بين مجموعة من المحاكم، بين مجموعة من القضاة، وكانت تعاني مما تعانيه كثير من القضايا من تأخير في البت ومن تأخير في النظر ومن تأخير في إجراء الاختبارات. وتجربة القضايا في تونس هي تجربة مستحدثة، تجربة جديدة مش موجودة في تقريبا في أي بلاد عربية، هي تجربة مستحدثة وتم الاستفادة فيها من تجارب بعض البلدان الأوروبية المتقدمة جدا. وشو الغاية من مرفق القضايا؟ الغاية من مرفق القضايا هو تخصيص قضاة، تخصيص قضاة للنظر في قضايا الفساد، والتخصيص هذا مش تخصيص يعني مادي فقط يعني هذا قاضي مختص، لا، تخصيص قضاة من خلال التدريب من خلال التكوين. نحن عملنا عشرات الدورات التدريبية في تونس والخارج، القضاة اللي شوف فيهم اليوم في القطب القضائي ما جاوش هكاك، جبنا قضاة قلنا لهم برا القطب القضائي، عملنا لهم دورات تدريبية في الداخل والخارج، عملنا لهم دورات معناها تكوينية، اخترنا افضل القضاة على مستوى الامكانيات المادية وعلى مستوى شروط النزاهة والشفافية، ولا في بلادنا ثم قطب قضائي متخصص في معالجة قضايا الفساد. وهذا القطب استقبل معناها مئات القضايا، الآن عنده أكثر من 1000 قضية فهمني، واتخذ مئات القرارات بل آلاف القرارات. من حق الأستاذة باش تسأل تقول وين النتيجة والعبرة بالنتيجة، وين دوسيات الفساد يا سي نور الدين؟ راهو ثم قضايا تبخرت. لا ما تبخر حتى شيء، معناها ما عادش لا اثر لها، لم يعد لها لا ابدا. لو كان عندك قضيه تبخرت بالله يقول عليها خلينا نشوفوها، لو جالي هو الوالدي تبخر ما يتشافش
ما يتشافش بالفعل بالفعل. لذلك القرى متبخرة حتى شيء. معناها كنا مثلا نعطيك على سبيل المثال، كنا نسمع بأنه ثم عدد من رجال الأعمال متهمين بكذا بكذا بكذا، أكثر من 400 رجل أعمال. فيما بعد العدد قاعد ينزل 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 حتى ولا لا معناها بالعشرات. ثم شوية سوء فهم. أول حاجة راهو مقاومة الفساد وقضايا الفساد لا تستهدف أحدا بعينه بطبيعة الحال، ورجال الأعمال أولاد تونس وإخوتنا وجزء من هذه البلاد يعاملون كما يعامل أي تونسي أي تونسي آخر. والظلم مش أشخاص، والظلم ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، سواء تعلق الأمر برجل أعمال ولا تعلق برجل سياسة ولا تعلق بفلاح ولا بجزار ولا بخضار. لكن نحب نقوله كذلك كونه ثم نوع من السؤال، وين هي القضايا هذه؟ وين النتيجة؟ نحب نشوف النتيجة. من حق المواطن التونسي العادي أن يتساءل، ولكن المحامي المفروض يعرف. المحامي يعرف وهو محامي سامحوني وهو محامي يتمسك يوميا بالإجراءات. الأستاذ لبنى نفسه كي يترافع في قضية، حتى المحالين فيها بعض الناس من أجل الفساد، طالب باحترام الإجراءات والطالب باحترام حقوق المتهم والطالب باحترام حقوق الدفاع والطالب بأن تكون الاختبارات طبق القانون والطالب بأن تكون الحكم معناها مش على مجرد الشبهة، أن يكون الحكم على أساس اليقين والجزم والدلائل والحجج القاطعة، وتعتبر أنه الشك ينتفع به المتهم. ولذلك مثل هذه القضايا التي فيها أبحاث، التي تتطلب أبحاث تتطلب اختبارات تتطلب منها تمكين المواطنين من حق الدفاع، لازم نعرفوه كون اليوم نحن في بلاد ديمقراطية القضاء فيها مستقل والقضايا لا تفبرك للناس. نحن ما عدناش فبرك قضايا الناس، خلينا نقولوها مثال، بعض الناس تعتبر هذا ضعف، خلينا نقولوها، نحن ما نفبركوش قضايا الناس، نحن ما نعملوش قضايا للناس باش تصفيوا حسابات سياسية، لأنه هذايا بالنسبة لنا يتخالف ويتناقض مع قيمنا ويتناقض مع مبادئنا، لأنه نحن رانا كنا نؤمن وما زلنا نؤمن وسنبقى نؤمن إن شاء الله ما دام ربي سبحانه وتعالى معناها أحفظ إيماننا وخلانا من المؤمنين. ما زلنا نؤمن أن الظلم ظلماتنا يوم القيامة، وما زلنا نؤمن أن دورنا هو إحقاق الحق وأعطى كل ذي حق حقه، وما زلنا نؤمن أن الإنسان يجب أن يحاسب عما فعل فعلا، وما زلنا نؤمن أن دورنا كسلطة سياسية هو إيصال الحقوق إلى أصحابها ومساعدة على إيصال الحقوق إلى أصحابها، ومش تدخل في أي معناها شأن أو تصفية حساب معي. هذا معنا حتى واحد نصفي معاه حسابات، معاذ الله أن تتحول هذه الحكومة حكومة الثورة حكومة القيم لتصفية حسابات، الحكومة التي ضحت من أجل هذه القيم، الحكومة التي سعت إلى إقناع الشعب التونسي بأهمية هذه القيم وبجدوى هذه القيم وبإيجابية هذه القيم. مش ممكن باش ناخذ أنفسنا إذا كان اللي بنينا عليه معناها جهادنا ونضالنا وضحينا عليه معناها أكثر من 50 سنة، وإذا كان اللي الناس أعطت دمها من أجله، إذا كان اللي ضحى من أجله صعنون الجوري وعبد الرؤوف العريبي والرائد محمد المنصوري وشهداء ثورة 14 جانفي والجنود، إذا كان هذا نحن نتخلوا عليه ما عاش فيه إيش نعملوا فيها. هو المشكلة في الحكم، هو المشكلة في أن تحكم بما آمنت به من قيم وبما بشرت به من قيم، والمشكلة أن تستمر على تلك القيم عاض عليها بالنواجذ مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الإغراءات. السلطة إغراء، السلطة تغري باستعمال القوة وتغري بالتعسف وتغري بالاندفاع نحو الظلم. ولكن نحن نقول ما كنا على الحق، ما نشوف شكون هو أعدل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال إذا أخطأت فقومونا بحد حد السيف. نحن بالعكس نقولوا لكم ما تدزوناش باش نظلموا الناس، ما تدزوناش باش نغلطوا، ما تدزوناش باش نتخلاو على مبادئنا وقيمنا، ما تدزوناش باش نصبحوا غير ما عرفتمون عليه. نقولوا لكم ادفعونا أن نتمسك بتلك القيم حتى ضد ألد أعدائنا بين ظفرين، ولو أنه نحن معناش أعداء. الخلاف الذي يحصل بين الناس لا يجب أن يؤدي بنا، نحن ما نشبك الناس إذا كانت قاسم تفجر، لأنه هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. النتائج قاعدة تحصل من خلال القضايا المحالة، من خلال الأعمال التي تقوم به اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد اللي غيرنا لها تركيبتها وغيرنا لها معناها رئيسها، من خلال ما نحن الآن بصدد وضعه من مشاريع قوانين، من خلال القضايا المشهورة، من خلال الإيقافات اللي تمت، مئات القضايا، من خلال الأموال اللي تم استرجاعها. أنتم في بالكم كونوا ثم أموال من الأموال الهائرة المهربة لبرا تم استرجاعها، وثم أموال منها واللي بعض منها الآن في تونس، وثم أموال وأملاك منها يخوت وغيرها، ثم أموال مصادرة وثم أملاك مصادرة. يقعد ديما اللي تهرب واللي قاعد لبرا أكثر بكثير. أنا أقول لك بشهادة رجال
كبار في العالم مختصين في مقاومة الفساد ومختصين في مقاومة الفاسدين يقولوا أنه ما تحقق في تونس، والتجربة التونسية في هذا المجال متطورة جدا 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 عن كل تجارب بلدان الربيع العربي. وانتم تعرفوا كونه هذا المجال مجال القضاء، ونقول الأستاذة وغيرها من الأستاذ المحامين يعرفوا كونه في مثل هذه القضايا، قضايا المعتمدة على الفصل 96 وغيره، هذه قضايا تحتاج لاختبارات، هذه قضايا تحتاج إلى إجراءات، هذه قضايا تحتاج إلى ناس مختصين. حصل الرباك في اللول، والرباك كان بسبب أنه كما قلت ما كانش تم مجموعة مختصة، كانت القضايا موزعة. حصل الرباك لعدم الاختصاص، حصل الرباك لنقص في الكفاءات. اليوم تم القطب القضائي، والقطب القضائي الآن منشورة فيه أكثر من 1000 قضية، وهي يعمل بكل استقلالية، ونحن لا نتدخل في أعماله. الحاجة الوحيدة اللي نطلبها هو التسريع في الإجراءات، حماية لمصالح المواطنين وحماية لمصالح الدولة، لأن المواطن نفسه شرط من شروط كما نقوله منها ضمان الإجراءات العادلة وضمان المحاكمة العادلة، هو التسريع في البت في القضايا. إذن سنمر بهذه الكيفية إلى الجزء الثاني من الحوار، وهو الملف السياسي. إذن سي نور الدين، الحوار الوطني، وما أدراك ما الحوار الوطني؟ الحكومة قالت منذ حصلت بعض الصعوبات والمشاكل وما يسميه البعض بالأزمة السياسية، قالت أننا نعتبر أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل بين التونسيين، وأنه طريق العنف وطريق استهداف مؤسسات الدولة وطريق منها الإكراه طريق ما عنده حتى ما عنده فين يوصل، واننا نشجع على الحوار ولو لم نكن طرف فيه. نحن مش طرف في الحوار، ولو لم نكن طرف فيه نشجع على الحوار وندعو التونسيين الى التحاور وندعمه ونسعى الى معناها توفير شروط نجاحه ما امكن لنا ذلك. وقلنا انه الحل الوحيد امام التوانسة، ما ثم حتى مشكله صعيبه على الحل، الحل الوحيد هو الجلوس على طاوله الحوار بدون شروط مسبقه. وقلنا كذلك انه مشكله الحكومه هذه ليست البقاء في السلطه والخروج منها، نحن لسنا طلاب كراسي باش نشدوا صحيح في السلطه ما نخرجوش منها، وثانيا نحن ما جيناش على ظهر دبابه باش نحينا دبابه، وما جيناش معناها بقرار خارجي، نحن نبتنا وخرجنا وتوجدنا بخيار شعبي. يوم يختار شعبنا عبر ممثليه وعبر احزابه الفاعلة غير ذلك، فنحن جزء من هذا الحراك، ونحن مستعدون للتخلي مع التنبيه. مع التنبيه، لأن أكبر ما يهدد بلادنا اليوم هو الفراغ، وأنه الفراغ هو المدخل اللي أنه الإرهاب لا قدر الله يسيطر على بلادنا وتحصل معناها فوضى عارمة. ونحن واجب مقتضيات الأمانة المتحملينها تخلينا ننبه الناس لهذا الأمر، ونقوله غايتنا هو استكمال المسار الانتقالي، كملوا المسار الانتقالي في أجل 24 ساعة، تو تخرج الحكومة في أجل 24 ساعة. لكن سي نور الدين، وكالة رويتر أجرت حوار مع السيد رئيس الحكومة، وجاء في مصالح المستشار الإعلامي رئيس الحكومة أنه ما ورد في الوكالة كان مجتزأ حول استعداد رئيس الحكومة للاستقالة، لأن الاستقالة رهينة تحقيق ما ورد في خارطة الطريق. شنو اللي فسر الوضع هذا؟ هو موقف السيد رئيس الحكومة وموقف الحكومة من أول نهار واضح، في جملة من معناها التصريحات وفي جملة من المداخلات الإعلامية. نحن مع الحوار، نحن مناشي معناها مصرين على البقاء في هذه الحكومة خارج إطار الشرعية وعلى حساب مصلحة البلاد. نحن نعتقد أن بلادنا في حاجة إلى أن تستمر فيها الدولة، والدولة مستمرة والحمد لله، من أجل أن تقوم بواجبها في حماية المواطنين، من أجل أن تقوم بواجبها في معناها توفير حاجياتهم، من أجل أن تقوم بواجبها في التصدي للإرهاب، من أجل أن تقوم بواجبها في حماية الأمن، من أجل أن تقوم بواجبها في تطوير الوضع الاقتصادي وفي الأحواج المحمولة على كل سلطة وعلى كل حكومة. ونحن في نفس الوقت مستعدون للتخلي عن هذا الحكم وتسليم الأمانة للسلطة الشرعية في البلاد اللي هي المجلس الوطني التأسيسي، متى توفرت شروط تحقيق وإنجاز المسار الانتقالي من وضع للدستور والهيئة العليا للانتخابات وللقانون الانتخاب والاتفاق على المواد الانتخابية. وعلاش يقولوا الشيء هذا؟ يعني نحن خلافنا مع بعض الخيام في بعض الأحزاب، مش كل،
خلافنا راه مش تبقى الحكومه ولا ما تبقاش وتعمل دستور وما تعملش. خلافنا بينه خلافنا هو ان هناك بعض الاطراف للاسف الشديد لاسباب مش لازم معناها نتبرر فيها، ثم بعض الاطراف لم تعد ترغب في استمرار هذا المسار الانتقالي، ثم اطراف لم تعد ترغب في دستور جديد، ثم اطراف لم تعد ترغب في الانتخابات اصلا، ثم اطراف ما زالت تتصور كونه المرحله الانتقاليه اللي نحن اليوم فادين منها وقال قيل منها ونحب نكملوها في اخر ثم شي واحد في الحكم يقول لك يا سيدي عمل انتخابات وجي خذ الامانه، مش لانه ما نحبوش نقوم بواجبنا، لا، لانه بلادنا لم تعد تحتمل اطاله المرحله الانتقاليه. وكم من مره قلنا نتمنى ان تكون الانتخابات في موفى ديسمبر 2013. الناس هذه اللي خايفه من الانتخابات، الهاربه من الانتخابات، والانتخابات تجري في 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 في, في جرتها اعتقادا منها ربما انه توا معناها حظوظها في النجاح مش كبيره، ما تفرقش بين مصلحه البلاد وبين المصلحه الحزبيه، ما تفهمش يكون مصلحه كل الاحزاب في بلادنا هو في اجراء انتخابات حتى ولم تفز في هذه الانتخابات. على خاطر كي نعملوا الانتخابات الجايه ونبنيوا معناها نظام حكم مستقر ومستمر، ضمننا الديمقراطيه وضمننا التعدديه وضمننا التداول السلمي على السلطه، وهذاك المدخل لها باش تحكم. ولذلك خلافنا هو هل ننهي هذا المسار الانتقالي ام نجهده ونعود الى نقطه الصفر. اليوم للاسف الشديد ثم احزاب تحكي على مرحله انتقاليه ثالثه بثلاث سنين وبعامين، اذا كان المهبول ياكل ويبه العقل ما يعطيهالوش، مش معقول. هل ترى اليوم زعما بعد هالتعب الكل ووقت اللي مازال لنا شبر باش نكملوا الدستور؟ لكن سي نور الدين بالعكس تو ثم شكون يروج لانه او ثم شكون يقول انه بالعكس النهضه والترويكا بشكل عام هي اللي قاعده تعطل في الحوار. انا تو علاش دخل فيها في النهضه في الترويكا؟ خليني نتحدث باسم الحكومه، انا تو وزير، ولكن خليني نقول حاجه، نحن قلنا من نهار اللي الحكومه هذه نالت الثقه سيد رئيس الحكومه قال رغبتنا ان شاء الله ان تتوج هذه المرحله في موفى ديسمبر 2013 بانتخابات حره شفافه ونزيهه، وقلنا نحن ان شاء الله ملتزمين قدام العالم الكل بضمان هذه الشفافيه وهذه النزاهه، وملتزمين باش نسلموا الحكم لاي واحد ينتخبه الصندوق مهما كان اسمه ومهما كان هويته اكثر من هيك. ونحن هاو نقوله اليوم مره اخرى للناس اللي هي مشكلتها هو في استقاله الحكومه، ونقول لك علاش مشكلتها في استقاله الحكومه، ونقول لكل خيال اللي اختلفوا معنا ولكل خيال اللي يعتبرونا اعداء، ونحن ما نعتبرهمش اعداء، نعتبرهم ناس اللي اختلفوا معهم في الراي، ارى موقفنا صواب ونحتمل الخطا وموقف خطا ونحتمل الصواب، ولكن ديما نبقاو توانسه ونبقاو اخوه ونبقاو اهليه ونبقاو عائله واحده ونبقاو اصحاب مشروع واحد. نقول لهم اوضعوا البلاد على سكه انتخابات في اقرب وقت وتفضلوا اجوا اكثرش من هيك. هل هناك اكثر من هذا التجرد؟ بعض الوفود تجينا من العالم شخصيات كبيره برشا تقول والله العظيم يعطيكم الصحه على الشجاعه ويعطيكم الصحه على المسؤوليه. ايش نقول لهم؟ نحن نقول لهم تونس ووضع تونس وامن تونس وارواح التوانسه اعز عندنا من اي كرسي، ما حشناش بيه الكرسي هذا اللي كان مش يخلي بلادنا تدخل في في في, في الكعباجي، رغم اللي هي والحمد لله ما فيهاش حتى كعباجي، ما حجناش به الكرسي هذا اذا كان مش حول بلادنا الى احقاد والى منها نزاعات ولا كذا، ما حجناش به الكرسي هذا اذا كان مش يعطل مسيره البلاد نحو انتخابات ونحو دستور. هالدستور هذا نظرنا من اجل اكثر من 50 سنه، نهار وصلنا باش نعملوهم بطلوا. هالدستور هذا نظرنا من اجله اكثر من 50 سنه وماتت ناس من اجله في عهد فرنسا وبعد عهد فرنسا. نجيو اليوم ما ننجزوا هذا الحلم؟ نحن نقولوا لا، مش مشكلة الحكومة، مش مشكلة الحكومة، الحكومة مستعدة للتخلي، ولكن الحكومة كذلك ليست مستعدة إلى أن تترك البلاد في بلادها في حالة فراغ باش تنقذ ناس على السلطة وباش تنقذ الإرهاب على البلاد وباش تتخرر وباش تدمر وباش تتحرق وباش البنيان كله يتيح في الماء. سي نور الدين، هل أنه معناها نفهم من كلامك ثمشي إمكانية أن الحكومة كما طلبت بعض الأطراف تمضي على تعهد بالاستقالة كما أمضت على أو قبلت بشكل من الأشكال الحوار في مستواه الأولي؟ هذا صرحنا به، ونحن الكلمة اللي نقولها ما نتحملنا مسؤولية قدام الشعب وقدام التاريخ وقدام ربي قبل كل شيء وبعد كل شيء، ونحن نقول ذلك ونحن ممتلئين به، ما نشي خوف كذا، ما هم على خطر النواب المستحقين قالوا احنا من اجل مجلس التاسيس. نحن مطمئنون
مطمئنون إلى أن شعبنا معنا. وأكبر دليل على ذلك فشل كل محاولات ارباك الأوضاع في العام في البلاد، وهنا سمعنا انهارت كذا الحكومة مش ترحل، وهي سترحل وسترحل وسترحل، وما زلنا نسمع ومش نسمع، والحكومة هذه لن ترحل إلا بإرادة الشعب ولا بإرادة مؤسسات الدولة الشرعية ولا بما يخدم مصلحة البلاد. بحاجة أخرى لا، لأنه شعبنا معنا وشعبنا مع الشرعية وشعبنا ضد المساس من مؤسسات الدولة وشعبنا ضد التخريب وضد الحرق وضد الكلام الكذا وضد العنف اللفظي والمادي، وفشل تحركاتهم وفشل اعتصاماتهم وفشل كذا. لكن ما نقولش هذا من باب المزايدة، يبقوا ديما اخوتنا ويبقوا ديما توانسة ويبقى ديما يلزمنا نسمعها. نحن نسمع الناس الكلمة الباهية كيما نسمعوا الكلمة الخايبة، نسمعوا اللي معانا ونسمعوا اللي ضدنا. العالم كله معانا، وتونس وحكومة تونس ما زالت تحظى بدعم من كل دول العالم من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكية، وهذا معناها ثابت وكذا. كل الدلائل تدل على أنه معناها شعبنا رغم الخوف اللي حاصل، رغم الوضع الموجود فيه، رغم الوضع الصعيب، مش مستعد للمغامرات، مش مستعد باش يسمع ناس تدعو الأمن للانقلاب أو تدعو الجيش للانقلاب، وجيش نفسه مش مستعد يسمع كلام هذايا، لأنه مثل هذا الحديث ومثل هذا التحريض هو إهانة للجيش الوطني. تو معقول أحزاب سياسية تناضل من أجل الدولة المدنية وتناضل من أجل الديمقراطية وتناضل من أجل الحرية وعندها وتعتبر وتحكي على أنها هي هم رجال دولة والناس الآخرين مش رجال دولة، يمشي يحرض نقابات أمنية باش تنتفض ضد الدولة؟ هذا رجل دولة؟ تشكون رجل الدولة؟ معناها هذا اللي خايف منه. نحن الخايف منه أن بعض الناس تستغل معناها الأوضاع في البلاد، إذا كان ما ضمناش هالدستور تستغل الحكومة يصبح حالة فراغ، يتعدل الدستور، تتعدل الانتخابات، تتعدل هيئة الانتخابات، يتعدل القانون الانتخابي، وناس في وقتها كما يقولوا في حسبيس برا جيب شكون باش يفكها. نحن زعما شعبنا اختارنا باش نخليوه في الغريق ونفلتوا، نخليوا الفلوك ونفلتوا، مش معقول. نحن متحملين مسؤولياتنا لاخر لحظه، وكما قاعدين تشوفوا قاعدين نخدم وكان نخرج غدوه، وقاعدين نخدم وكان نبقى 6 شهور، ان شاء الله ما نبقاش، ان شاء الله ما نبقاش، وان شاء الله شعبنا ونخبتنا السياسيه يرجعوا لها جاد العقل وتقتنع انه مصلحه الجميع في اتمام المسار الانتقالي، مصلحه الجميع في تحقيق هدف الثوره، مصلحه الجميع في انجاز الدستور وفي انجاز الهيئه الانتخابيه وفي انجاز القانون الانتخابي والاتفاق على موعد، والحكومه راهي لن تكون عائقا امام تحقيق طموحات الشعب التونسي. الحكومه هذه جابها الشعب التونسي، وقدام مصلحه الشعب التونسي وقدام ارواح الشعب التونسي وقدام حمايه الشعب التونسي ما عندها حتى شيء عنده قيمه، ما حتى شيء عنده قيمه، لا الكرسي ولا الشهريه ولا الامتيازات يحكيوا عليها، ما حتى شيء عنده قيمه قدام شعبنا وقدام مصلحه شعبنا. سي نور الدين، هنا هل تعتبر ان التوافق اليوم وغدوه ممكن بشكل يؤدي تدريجيا الى انه يخف الضغط في الشارع كيف ما قاعدين نشوفوا بين الفينه والاخرى، خاطر كان ناخذوا تسلسل احداث هو ذكر على الشارع ذكر على الشارع والحمد لله ما ثماش ضغط، يعني جزء معين وفهمتني علاش نحكي معناها ثم تسلسل من احداث. نحن لا ننكر ان هناك بعض الاطراف السياسيه وبعض الخيان متخوفين، وربما هناك اطراف سياسيه تسعى الى معناها افتعال بعض الاحداث من اجل ايجاد جو من الاحتقان. ثم اللي هو على نيه حسنه وحب ويرى في ذلك خدمه لبلاده، ثم اللي راهو ربما عنده برامج اخرى حكاوا عليها الناس، قالوا راهو مخطط نتاع محاوله انقلاب، وقالوا راهو مربوط باجنده دوليه. انا ما نقولش ما ندخلش في المتاهات هذه، انا خلي نحكم على الواقع. اللي يقولوا الناس هذا من كل اللي يقولوا الناس هذا من كل كون نقدر مخاوف مهما كانت تيماتهم، نقدر مخاوف، نقدر رغبتهم في انه تكون الانتخابات الجايه نزيهه وشفافه، نقدر خشيتهم انه تستغل الحكومه هذه موقعها باش تاثر في الانتخابات. هذو كل متفاهمين فاهمين ونحبوهم ويتمنوا، ورغم اللي نحن ملتزمين باش نكونوا محايدين وملتزمين باش ما ندخلوش، ولكن نحبوا نطمنوهم. ما ثم حدش كان في السياسه ما ثمش تطمينات، لا ثم التطمينات بالفعل، هاو بالفعل هذا ما هو خايف للحكومه تدخل في الانتخابات. قولوا اتفقوا على موعد الانتخابات وعملوا حكومه تشرف على الانتخابات، اكثر شيء نخرج انا حدش كان مثال اكثر منك، ثم تطمين اكثر منك، ثم حكومه منتخبه تجي تقول بمناسبه الانتخابات انا نسلم،
مش على مضاف. هذه القوة الحقيقية. هذه القوة الحقيقية. وقت اللي الناس عندما تتوضع في موضع يجب أن تختار فيه بين ما آمنت به وبين ما دفعت عليه وبين ما نظرت من أجله مصلحة الشعب التونسي. ما كنا نقول نحن رانا ندافع على مصلحة الشعب التونسي وما عندنا حتى غاية دنيوية لمصلحة الشعب التونسي ورضا ربي سبحانه وتعالى ورضا شعبنا، ما هو هكا ولا؟ وبين المصالح الحزبية والفئوية يا سيدي الباب اللي يجيك منه الريح سر وسريح. انت ما خايف لان ندخل في انتخابات؟ هاني نعطيك ضمان ما ندخلش في انتخابات، مش باش نبقى. لا، اختار انت حكومة بتوافق معنا بالطبيعة بتوافق، اختاروا يا احزاب سياسية اختاروا حكومة كلفوها بالشرف على الانتخابات، وهذه الحكومة مستعدة لان معناها تغادر وعندها تخلم الحكم. ثم شجاعة، ثم شجاعة. وشنو اللي يمنحهم انهم يقبلوا؟ نعم، اذا كان ثم هذا الطرح، هذا التقديم اللي تقدموه لهم، شنو اللي يمنح من ان يقبل؟ انا نتمنى انه يقبلوا على كل حال. شنو اللي يمنع حسب تقديرك انت، حسب رؤيتك؟ ما نحبش ان ما تدخلش في النوايا، لكن قراءه ما نحبش ندخل في النوايا، ونحب حديثي يكون عامل مشجع للحوار وعامل مؤتمر. لا كنتوا ندخلوا في النزاعات من جديد والقيل والقال، نبقى نظر على اعتبارات كذا. انا نقول من حق الخيانة سيدي هذا مش خاف، ونحن تجربتنا هذه التجربه ناجحه، والتجربه هذه راهي مش بقيه في الربيع العربي. قالت هالنوارة هذه، يا النوارة هذه تحبوا نقصوها؟ نحن ما نحبوش نقصوها، نحبوها تونس تبقى نوارة، ونحبوها تونس تبقى القاطرة متاع الربيع العربي ومتاع التغيير. مسالش حتى كل الانتكاسات اللي وقعت راهو كي تنجح التجربة في تونس تبني وتعاود تبني وتعاود تمر وتعاود تشوفوا كيفاش الانتصارات تتحقق. نحن قدام مشروع حضاري كبير برشا. ما ثماش حزب مبدئي، ما ثماش حزب يحب بلاده ويحب امته ويحب شعبه يحب الخير يحب القيم. وقت اللي يخيروه بين مشروع حضاري قوي وبين كرسي يختار الكرسي، ما يحشش بيه الكرسي. انا لا نظرتش من اجل الكرسي، انا نظرت من اجل الحريه، وقبلت انه يحكمني غيري، وقبلت انه يحكمني سيد باجي قاسمسي من غير ما يكون منتخب، ودفعت عليه وقت اللي هو في الحكومه وما عرقلتوش وما حطيتلوش العزاف العجله. وما كانش يهمني ان يكون جود في الحكم اصلا، وما كانش مطمح من مطامح ان يكون في الحكم. مطمح الوحيد كان العمل مع غيري من اجل نجاح هذه الثوره وتحقيق اهدافها وتجاوز كل الصعوبات اللي يمكن تعيشها. اليوم وقت اللي ولينا بين امرين، بين انجاز مشروعنا الحضاري الكبير اللي مس تونس مشترك وانسحب على غيرها من معناها على المستوى الاقليمي معناها الدول والاقطار، وبين افشال هذا انا نقول نجح التجربه ونجح المشروع الحضاري ولتذهب الكراسي للجحيم. لكن كيف معناها ولتذهب الكراسي للجحيم؟ بمعنى ينجز المشروع الانتقالي. شرط من شروط نجاح المسار الانتقالي وجود دستور. في غياب الدستور اليوم تنسحب الحكومه يا سيدي، واحد الفراغ. هيا سيدي نجام الدستور، لا ما نعملش، بطلت عاش عامل الدستور اخوي، حتى رجعت اليوم خرجت غلو. ايش نعمل؟ شكون يحل هالمشكله هذه؟ ندخل لك انتقاليه اخرى. صحيح ثم شويه عدم ثقه، لكن نقولوا تاكدوا، نقولها للناس كل، تاكدوا من منطلق الحب لتونس، من منطلق الطلعيه من اجل تونس. انا خايفين من المظاهرات، حتى شيء اصلا ما ثمش مظاهرات، ولكن مع احترام للناس تدعو المظاهرات، هل نسمعوا فيهم؟ نحن ما نش من الناس نسد ودنينا، نحن نسمع ونحب نسمع، خاصة الناس تنتقدنا مختلفة، وخاصة الناس تنتقدنا، وخاصة الناس اللي تعتبر كل شيء معناها خير. تولوا كانوا قاع زلزال في أمريكا، تولي النار، الزلزال نتاع مستير سمعت فيها، هذاك عملتوا النار عند جماعة ذوم. ما بقى إلا الواحد معمم، واحد تولوا شيخ بتاع زيتونة، مع احترامي ليهم هم ولوا كلهم، ولوا شيخ بتاع زيتونة، وفيهم والله لا يعرف الزيتونة لا وقت شحلوا ولا قرأ في أسر. تو يقول هذاك راهو معناها لعنة من لعنة الله بس بحكم النهضة. تو ينجي في قورة. ولو كان حصل زلزال في الهند عملته النهضة، ولو كان طاح طيارة في في في, في الأوروغواي عملتها النهضة. هل الأسلوب هذا أسلوب ما يوصلش؟ والأسلوب هذا يجربوه قبل الانتخابات الفاتت بتاع 3 أكتوبر، لكن سبحان الله أعطى دفع عكس، وأعطيه دفع عكس. هم هم راجعين تو الناس تحكيها، ثم جماعة في النهضة مستحيلين على الحكاية لأنه قاعد تعطي فيهم في دفع جديد. يا سيدي خلينا من الحكاية هذه، إجوا لتونس. تونس هذه تونسنا الكل، إجاونا بنيو يا توانسة، بيمينكم بيساركم بأقصى يمينكم وأقصى يسارك، بسلفيكم بماركسيكم بشيوعيكم بمؤمنيكم بملحديكم بعلمانيكم، تونس هذه تونس الناس كل، ونحن نحب نعيشوا فيها الناس كل، وقادرين باش نعيشوا فيها الناس كل. علاش نتخاصم؟ علاش الاقصاء؟ علاش النفي؟ وقت اللي انا نجم نقعد انا وياك في البقعه هذه، ليش بتحب تقعد الا في بقعتي انا؟ نقعدوا بحضر بعضنا ونتعاونوا ونختلفوا في شيء ونتعاونوا في شيء ونتلقاو في شيء ونخدموا بلادنا
واللي خرج من الصندوق يا اهل وسهلا، اضمنوا للتوانسه واضمنوا شعبنا اللي اعطانا امانه باش نحكموه، واللي يقولوا باش يحاسبنا على من هذه يا اخي اللي سوق بطو ولا سوق طياره، كي تطيح الطياره مو يتحمل مسؤوليه، واللي يحبونا نخليو الطياره تطير في السماء ونهبطوا بالبرجيت وبعد نقول هذا انتم ربك فقاتل انها هنا قاعدون، لا مش ممكن. اعطيوا لشعبنا اللي هو حملنا امانه الحكم مسؤوليه، اعطيوا لشعبنا ضمانات ان يتم انجاز المسار الانتقالي في اقرب الاوقات. قولوا لنا الانتخابات في افريل وصحوا عليها واتفقوا عليها وتفضلوا يا رب سهل. وعلى كل حال نحن كحكومه أنا خيارنا مش في ديننا، نحن رانا ملتزمين باحترام كل ما تقول اليه الحوارات بين الاحزاب الوطنيه، ونتمنى ان الحوارات هذه لا تقسي احدا، ونتمنى ان يشاركوا فيها كل الاحزاب، وان شاء الله ربي يقدرهم يشجعوهم نعينوهم. قولوا لهم رانا ملتزمين بقراراتكم، احترموا القانون المؤقت للسلطات العموميه، احترموا مؤسسات الدوله، ولا يقروه يا وسهلا مرحبا به. سي نور الدين، اخر جزء في الحوار هذايا يخص علاقه باللي نعيشوه بشكل عام بالظاهره اللي ولات متفشيه نسبيا ما نعممش، اللي هي ظاهره الارهاب او ملف الارهاب. فاصل ثم نلامس بعض جوانب هذا الملف. سي نور الدين، ملف الارهاب ولا يشغل الحكومه كما يشغلها عديد الملفات الاخرى، وربما هو على راس المشاغل بتاع الحكومه في الوقت الحالي. سؤال أول، حجم تغلغل ظاهرة الإرهاب في تونس في الوقت الحالي. هو في الحقيقة ظاهرة الإرهاب مش ظاهرة خاصة بتونس، هي ظاهرة عامة، ظاهرة عالمية، ظاهرة كونية، وثم مش ظاهرة جديدة في تونس. ثم الناس تحكي على الإرهاب جاي مع النهضة، جاي مع حكم النهضة، نساءوا الناس هذوما محصول في العهد السابق وفي العهد اللي قبل السابق، نساو حدث سليمان ونساو حدث الروحية ونساو ونساو ونساو. مش معناها هذا ينقولوه باش نبرر أنفسنا، لا، لكن نقول كون هذه الظاهرة عمرها ما انقطعت. وبعض الطيارات وبعض الأطراف كانت مهيئة لاختراق مثل هذه الظواهر في أقصى اليسار وفي أقصى اليمين، معروفة الظواهر الإرهابية اليسارية معروفة، والتنظيمات الإرهابية اليسارية معروفة، والتنظيمات الإرهابية كذلك الإسلامية بن ظفرين معروفة موجود، والحركات السياسية اللي تعرضت للقمع وتعرضت للاضطهاد في تاريخ الأمة وفي تاريخ الشعوب قليل منها اللي ربي سبحانه وتعالى عصمها من التورط في الإرهاب. ما ارتكب في حق حركة النهضة في تونس في التسعينات، لو تعرضت له حركة أخرى، تعرضت حركة أخرى ربما لعشرة اللي تعرضت له، راهو كان سبب في عملية إرهابية، ولكن الحمد لله بالتعقل وبالصبر والمصابرة وبمعناها القناعة بأن دم المسلم معناها حرام على كل عقل المسلم، بالقناعة كونه مواجهة الظلم ومواجهة الطغيان ما يكونش بردة الفعل، ما يكونش بالقتل، ما يكونش بالتدمير، ما يكونش بالحرق، وبالقناعة كونه هالمكاسب في البلاد هذه، السيارة اللي تمشي فيها والمقر اللي هو موجود فيها والبنية اللي فيها والأموال اللي فيها، هذه مكسب التوازن مش مكسب نظام السبدان. عصم ربي سبحانه وتعالى حركة النهضة من الوقوع في الإرهاب. اليوم الظاهرة الإرهابية بعد الأحداث اللي حصلت مع في دول الربيع العربي، وبعد حالة الضعف اللي حصلت في المؤسسات الأمنية في كل بلدان اللي شهدت ثورات، يعني ثم بلدان ما فيهاش ثورة ورغم ذلك وفيها أمن مستقر ووضع مستقر ورغم ذلك تشهد أحداث إرهابية. لكن في تونس صفة خاصة توسعت، وهي على علاقة بالتطورات الحاصلة في أحد البلدان معناها الشقيقة، وهي علاقة كذلك باتساع دائرة نوع من الأفكار ولا القناعات التي لم تجد للأسف الشديد من يؤثرها ومن يقنعها ومن يوضح لها معناها حقيقة هذا الدين وقيم هذا الدين ومبادئ معناها هذا الدين بشكل واضح. وقد عزز ذلك وشجع عليه وزاد معناها لها بالنار من تحته كما يقولوا بعض الأحداث اللي حاصلة كما حاصلة في سوريا وكما غيرها. ما يحصل في سوريا لا يمكن إلا أن يكون عند البعض دافعا لمعناها ثورة ضد مثل هذه الأنظمة والمرور للحلول معناها القصوى باستعمال السلاح. اللي يقول أنا والحمد لله أنه مؤسسة أمنية في بلادنا رغم حالة الضعف اللي هي عليها ورغم الأوضاع الصعيبة على حدودنا من كل الجهات استطاعت أن تنجح في معناها الحد من
الحد من سطوة هذه المجموعات من خلال ما اكتشفتهم من خلايا، من خلال ما اكتشفتهم من مؤسسات قيادية، من خلال ما اكتشفتهم من أسلحة، من خلال ما جهزته من محاولات، سواء كان محاولات اغتيال ومحاولات تفجير أو غيرها، من خلال الوصول إلى نوع من الإجماع الوطني حول رفض هذه الظاهرة حتى داخل أبناء التيار الذي محسوب عليها الظاهرة هذه وهو التيار سلفي. وأنا بالمناسبة هذه نقول كون موقفنا من الإرهاب راهو موقف واضح وصريح، نحن ضد الإرهاب وضد الاعتداء على أرواح الناس وأملاكهم، ونعتقد أنه كل من يتعمد ذلك معناها معادي لبلادنا ومعادي لشعبنا، وما يفعله لا علاقة له لا بالدعوة ولا بالإسلام ولا 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 بالدين، وأنه إصرارنا وإرادتنا في اجتذاذ هذه الظاهرة ومواجهتها إصرار لا مثيل له، لن نتردد في مواجهتها مهما كان الثمن، ومعنا حتى منها لبس أو شك في أنها تمثل خطر على بلادنا، ولكننا كذلك نقول أننا عندما نستهدف هذه الظاهرة لا نستهدف ناس عندها فكر معين أو موقف معين، نحن نفرق جيدا بين من يدعو للإرهاب ويجمع الأسلحة ويخطط للاعتداء على أملاك وأرواح الناس وأعراضهم ويستبيح دماء المسلمين وأعراضهم وأملاكهم، وبين من يؤمن ببعض الأفكار اللي هو حر 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 فيها، ومن شاف يؤمن ومن شاف يكفر، ونحن لا دخل في ذلك. نحن نطمن كل الساحة الوطنية وكل الساحة المعنى الإسلامية وكل الأطراف أن نميز جيدا بين حرية المعتقد وحرية التفكير وحرية معناها التعبير وحرية الاقتناع، وبين ممارسة الإرهاب. اللي يحب يفكر يفكر كما يحب، واللي يحب يلبس يلبس كما يحب، واللي يحب يعيش يعيش كما يحب، بشرط أن يحترم قوانين الدولة. ولكن اللي يحب يقتل، واللي يحب يجمع الأسلحة، واللي يحب يدمر، واللي يحب ينهب، واللي يحب يحتطب، نحن نعتبر هؤلاء أعداء لشعبنا، أعداء لنا، أعداء لثورتنا، أعداء لتجربتنا. واجبنا كحكومة أن نواجهها بأقصى درجات الحزم الممكنة. وبالمناسبة هذه بالله ما تحرمنيش من واجب معناها الترحم على أرواح شهداء الجيشنا الوطني وقوات أمننا الداخلي وشهداء مؤسساتنا، مؤسسات الدولة في مقاومة الإرهاب. نترحم على شهدائنا ونتمنى إن شاء الله للجرحى والآخرهم أنها جرحى قبلات، معناها نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل، ونعبر على تضمننا مع عائلاتهم وعماء أهلهم، ونقول لهم دمكم هو دمنا ومستقبلكم هو مستقبلنا، ويكفيكم شرفا أنكم أنجبتم شهداء أبطال معناها من أجل بلادهم، وأنه هذه الحكومة لن تلقوا منها إن شاء الله إلا الدعم ولا المساندة ولا ما يليق بالشهداء وبالشهادة وبماذا لهم من أجل تونس. ولذلك الصورة عنا في الموضوع هذا واضحة جدا، نحن مع التصدي للإرهاب وما نش خايفين وما نش متردين، وهذا قلناه وللأسف الشديد بارش ناس في اللول كانت معناها توجه في الاتهامات الحكومة وكانت تلوم عليها وكانت تتهمها بأنها منها مسائل مفتعلة ومفبركة وكذا. هاول المفبركة اللي حكيتوا عليه، وخاصة كلامي موجه الآن للساحل الإسلامية، معناها هاول المفبركة اللي كنت تحكوا عليه، هاي صوارخ وهاي مدافع وهاي فدي معناها كلاشينكوف وهاي محاولات تفجير وهاي مخططات للانقضاض على السلطة. الناس هذو ما بعد الثورة تمتعوا بكل ما يتمتع به كل تونسي. حكومة محمد الغنوشي متعتهم بالعفو العام، املا في انهم البعض منهم على كل حال رجعوا والبعض ما رجعش والحمد لله، والحكومات الاخرى مكنتهم من حق في التعبير، كونوا الجمعيات، عملوا التظاهرات، عملوا الخيمات، عملوا الدعوات، ما تعرضوا لهم حتى حد، لان احنا نعتبر ذلك مظهر من مظاهر الديمقراطية. حتى كيف حرضونا بعض الناس عليهم قلنا لا، نحن ما نتعداش على الناس وما نظلمش الناس بسبب افكارهم. واما وقد اصبح الامر على ما هو عليه، فظهر لي من واجبنا باش نتصدى لهذا الامر وقد تصدينا له. نشكر قوات امن الداخل وجيشنا على ما حققه من نجاحات رغم قله الامكانيات وقله ذات اليد، وما تحقق في تونس راهو تحقق في مواجهه الظاهره الارهابيه، يعتبر هام وهام جدا بشهاده منها قوات دوليه وبشهاده قوات اقليميه عندها تجربه في مقاومه الارهاب. لم ينجحوا في ان يفعلوا ما حصل في بعض البلدان، والحمد لله هذا بفضل جيشنا بفضل الامن بفضل التكاتف بتاع مواطنينا زاده، وان شاء الله الناس كل نحط يدينا في يد بعض من اجل النجاح في مقاومه الظاهره. وان شاء الله خياننا اللي يدعيوا لاقاله الولاة
والاستمرار تاع الدوله وهم غدوه داعين نهار وهم معناها داعين نهار 23 ولا بعد ولا قبله المظاهرات من اجل معناها كذا ان شاء الله يقتنعوا كونوا زاد اليوم في الاصل لا صوت يعلو فوق صوت المعركه ضد الارهاب مش معركه ضد التيار لا معركه ضد الارهاب باعتباره يهدد كل التونسيين. هذا سؤالي سنور الدين، تعتبرش ان الظاهره هذه من شانها انها تاثر على الوضع السياسي؟ تؤثر، نعم تؤثر، والظاهرة هذه ظاهرة مركبة. ساعات الواحد يقول والله وكانوا عندها علاقة ببعض التحركات السياسية بالفعل، فين تركح البلاد؟ ثم شكون يربط الأحداث ثم، لكن على كل حال ما زالت الصورة مش واضحة، لكن ثبت أنه الظاهرة هذه معناها ثم تخطيط وثم برامج، وأنه هذه البرامج على علاقة بالوضع السياسي في البلاد، مش معزولة وأنه هذه البرامج لا تهدف فقط لاستهداف فلان وفلان، بل تهدف إلى قلب الأوضاع في البلاد. وهذا كلاش يقولوا الفراغ اختير بعض الخيال الذين يدعون الفراغ المعارضين للسلطة، واللي هم ربما أكيد ما عندهمش علاقة بهالمجموعات الإرهابية، نقول لهم لو حصل فراغ من سيحميك من هؤلاء؟ علاشكم شلوموا بعد؟ علاشكم شلوموا؟ كيفاش مش يقدر الأمن والجيش يواجه هذه الظاهرة بالعزيمة اللي قاعد يواجه بها إذا كان ما ثمش حكومة، وإذا كان ثم فراغ في البلاد، وإذا كان ثم فوضى وثم اختلط الحابل بالنابل وحوت ياكل حوت وقليل جهد يموت؟ شكون مش يحمي تونس؟ شكون مش يحمي هما؟ شكون مش يحمي صغارنا؟ شكون مش يحمي أولادنا؟ شكون مش يضمن أنه تونس تبقى؟ شكون مش يضمن أنه هذه الدولة لا تنهار؟ زعما نحن مش خرجنا من المعركة ضد الاستعمار، مش خرجنا من الدولة الوطنية، ما خرجنا بهذه الدولة بمؤسساتها بما أنجز فيها في على مستوى التعليم وعلى مستوى حقوق المرأة ولغيرها. هل ندمر هذا البناء من أجل خلاف مع النهضة وغير النهضة؟ هل ندمر هذا البناء من أجل الصراع على الكراسي؟ هل ندمر هذا البناء من أجل منها قضايا بسيطة؟ في بالي البناء قضايا أكبر من الناس كل، ولذلك بلاد هذه بلادنا الناس كل، لو كان تحت لا قدر الله إن شاء الله ما تطيحش، وما نش خلوها تطيح، وما نش خلو حد يمسها ولا يطيحها ولا دمرها، وشعره من شعر شعبنا اغلى عنا من حياتنا واغلى عنا من كل معناها من ماضينا ومن من كل ما متحقق. كل بلاد هذه بلادنا لازمنا نحافظوا عليها، رانا قادرين باش نتعايشوا فيها، وقادرين باش كل واحد فيها ياخذ حقه ويتمتع بكل ما يجب ان يتمتع به، ورانا قادرين باش نوصلوا بها لشاطة الامان بدون خصومات وبدون صراعات. سينور الدين، اذا كان نسلموا انه الحادثه هذه او الظاهره هذه ما هيش معزوله، كما في برشا قراءات قاعد تقوم في قراءات تحلل تحاليل تبين أنه كيف ما قلت أنت، وين مطريد البلاد تقوم أحداث، وين ما تحدث نوع من الانفراجات تقوم أحداث إلى غير ذلك. هنا سؤالي، فماشي شكون يدعم الظاهرة هذه بشكل أو بآخر؟ هذه الظاهرة مش ممكن بالشامل اللي عملته من غير ما يكون ثم دعم، من غير ما يكون ثم مصدر للتزويد بالأموال. هذه ناس عندها فلوس، وناس عندها تجنيد، وناس عندها أسلحة، وناس عندها دعم حتى إعلامي لوجيستي، والدعم الإعلامي مش بالضرورة بمعناها الدفاع للعمليات الإرهابية، لا الدعم الإعلامي نجم يكون بطرق أخرى، تهرية السلطة وكذا نجم يكون معناها تو كي تجي بلاد يوقع فيها اغتيال. طيب سيدي، ما ثم حتى حد يقبل الاغتيال، وما ثم حتى واحد في تونس يرتاح للاغتيال، وما ثم حتى حد ما يعتبرش هذه جريمة النقراء، وثمش حتى حد ما يبكيش وقلبه ما يكونش دم. لكن شفتوا بلاد يصير فيها اغتيال، تخرج الناس من غدوة في مظاهرة من أجل إسقاط الحكومة؟ ما صارت في حتى بلاد هذه، ما ليش نعملوا في البلدان اللي قاعدين يقعوا يموتوا فيها بالميات؟ والمشكلة فيه يكونوا الناس هذوما اللي يطالبوا بإقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي بسبب وقوع عملية اغتيال اللي هي مرفوضة ومدانة، وهي جريمة النقراء لا يقبلها عقل ولا حتى إنسان ولا دين. هذا بنفسهم يدافعوا على شرعية بشار الأسد اللي قاتل 130,000، يقولوا عن بشار الأسد ده لازم يروحوا. أنا إلا وقع اغتيال في عهده، وقع اغتيال في حكمه، اغتيال من طرف مجموعة إجرامية عصابة، والحمد لله تم الكشف عليها في وقت سريع جدا، هذايا الطالب بقالته، وتدافع على شرعية بشار الأسد الذي قتل من السوريين أكثر من 130,000 وشرد الملايين ودمر شر سوريا. يعني ظاهر كون المسألة مش مبدئية، لو كانت مبدئية نعامل الجميع بنفس المقاييس. إذا كان الاغتيال واحد كاف للمطالبة بإقالة حكومة وحل مؤسسة تشريعية، فاغتيال مئات الألاف
كاف لإقالته ومحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبات. لكن شوف فيها الناس هذه الدافع على بشار الأسد والدافع على شرعية بشار الأسد، شرعية صندوق تونس مش شرعية، وشرعية انتخابات تونس مش شرعية، وشرعية إرادة الشعب التونسي مش شرعية، ولكن شرعية الوراثة متاع بشار الأسد وشرعية الأحزاب المفبركة والانتخابات المزيفة شرعية. يقولون أنتم خلينا ماذا بيه موجودة من الاطمئنان، يجب أن نتمنى لبعضنا بعض ويجب أن نبني أواسر الثقة مع بعضنا، جزء من بناء أواسر الثقة مع بعضنا. فهمونا كيفاش الازدواجية هذه، فهمونا كيفاش طالب محاكمة علي العريض لأنه اغتيل وهو وزير للداخلية مواطن تونسي وما طلبش بمحاكمة بشار الأسد، بل وتدافع عليه وتدافع على حكمه وتدافع على استمرارية حكمه وتدافع على ما تسمي شرعيته، وهو الذي يفعل وهو الذي استعمل الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. فهمونا خلينا نفهموكم، لعل غدوة لو كان تاخذوا الحكم حتى بصندوق الاقتراع تستعملوا ضد التوانسة زادة معناها الكيمياوي تستعملوا ضد الأسلحة وتقتلوا 100,000 وفي الآخر تقولوا رانا 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 معناها شرعيين وراهو جينا بالصندوق. هذا من بين القضايا التي يجب أن توضح، ولكن خلينا نقولها بكل وضوح، نحن ضد الإرهاب، ما عندنا حتى إمكانية وما عندنا حتى سبب يخلينا نتردد أو ترتعش أيدينا في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة. هذا الإرهاب يجب أن نتوحد في مقاومته. هذا الخطر الداهم لو كان لا قدر الله ما نجحتش قوات الأمن في مواجهته وفي كشف معناها خيوطه وكشف خلاياه وكشف أسلحته وكشف مجموعاته، راهو شوف شنو اللي صار في البلاد، الله أعلم شو هم بارك الله فيهم، لكن هم زال يحتاجوا لشيء من الدعم. الدعم أولا يكون بوحدة الأحزاب السياسية، الدعم يكون باتجاه المكونات الساحة السياسية والفرق السياسيين نحو التوافق ونحو البحث عن المشتركات ونحو خدمة مصالح تونس ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار. الدعم يكون كذلك بدعم بمساندة هؤلاء وبعدم إرباك الأوضاع في البلاد، لأنه الأمن يبدو مقسم، هذه مظاهرة منا وهذا اعتصام منا وهذا تحرك من غادي وهذا إرهاب من غادي، إلى كيف يقسم نفسه؟ يجب أن نعمل على أن يتفرغ هذا الأمن وهذا الجيش لمواجهة الإرهاب وللقيام دوره في حماية الحدود ونتمنوها على تونس، نقولوا ما عادش خاف على تونس، ما عادش خاف على تونس. وحتى الحديث على هذه اعتصامات سلمية وتحركات سلمية ما ثماش، كل مظاهرة ما فيها إلا فيها إلا معناها فيها إرباك للأمن وفيها تلهية الأمن، وظهر لي ما ثم حتى تونس يقبل أن يكون شريكا للإرهابي فيما يرتكبه حتى ولو بطريقة غير مباشرة، والطريقة غير مباشرة هي إرباك الأمن وتلهيته وعدم ترك الفرصة ليه باش يتفرغ لمقاومة الإرهاب. إذن نشكرك سي نور الدين، باش نجيو فقط لبعض الأسئلة وهو الجزء الأخير طرحوها بعض المواطنين عليك، والإجابة مش تكون سريعة وبإيجاز إن شاء الله. فاصل ثم نعود إلى هذه الأسئلة. أخي الحكومة ما زالت ما انتبهتش إلى أنه صفاقس ما زالت شأنها شأن العهدين السابقين في حكومتين متتاليتين متاع ثورة أنا ما خذتش حقها، وما هيش فما مؤشرات أن قاعدة ما يشتخوا حقها لما نعتبروا أنه لولادة الأولوية صفاقس خارجة منهم كأنها في أحد بن علي ولا في أحد بورقيبة خذت حظها وكانت من الولايات ذات الأولوية. سي نور الدين رحنا قاعدين نسمع في أصوات تتعالى من أجل مراجعة التعيينات اللي قامت بهم حكومة سيد حمد إجبالي وحكومة سيد علي العريض. والله هي صفاقس كغيرها من جهات البلاد هي جزء من هذا الوطن العزيز، وابناء صفاقس جزء من ابناء هذا الشعب البطل العظيم. صفاقس فيها الكثير من المشاريع المبرمجة وفيها كثير من المشاريع التي أنجزت وفيها كثير من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز، وميزة هذه الحكومة أنها تستمع للجميع. وفينا نراكم ثم نقص وثم تقصير في صفاقس وفي القصرين وفي جاب صفاقس الشمال وفي قصر الجنوب، فدورنا أن نخدم شعبنا إن شاء الله. هذه الحكومة كان عندها شرف أنه لأول مرة في تاريخ تونس ترصد ميزانية فيها أكثر من 5,000
مليون دينار للتنمية، معناها للتنمية، هذا لم يحصل في تاريخ تونس معناها مطلقا. عامين في جرة بعضهم 2012-2013 ميزانية فوق 5 ملايين دينار، المشاريع التي برمجت عمرها ما حصلت في تاريخ معناها تونس، سواء كان في البنية الأساسية ولا غيرها، وإن شاء الله شعبنا الكل يتمتع بنتائج ثروته، هذا هو الأهم. ما يوقعش معناها توزيع هذه الثروة على أساس جهوي أو فيه، وكل الناس حس بروحها جزء من هذا الشعب، واللي طالب حاجة وما خدهاش اليوم إن شاء الله يأخذها في مرحلة قادمة. لكننا رانا نتعامل مع شعبنا الكل باعتباره شعب واحد، بعيد عن الحساسيات وبعيد النعرات الجهوية اللي حبوا يزرعها فينا من أجل تخريب هذه الثورة. وغايتنا التنمية وتكافل الفرص بين كل الجهات، وغايتنا أن يعيش التوانسة الكل آمنين مطمئنين، تتوفر لهم حاجياتهم الأساسية وتتوفر لهم شروط الحياة الكريمة، وإن شاء الله ربي يقدرنا. مراجعة معناها التعيينات هذا موضوع في الحقيقة فيه برشا حديث وبرشا كلام، ثم ناس تتهم النهضة بالسيطرة على مفاصل الدولة، ولكن كل الذين وجهوا لنا هذا الاتهام وجهوا للحكومة هذا الاتهام ما قدموا حتى حجة ودليل. التعيينات في بلادنا تتم على أساس مراعاة الكفاءة، مراعاة الإيمان بمبادئ الثورة وقيمه، وهذا يتطلب استبعاد معناها الناس اللي خدموا النظام البايد واللي هم معادين لهذه الثورة، لأن الثورة ما يخدموها لأولادها وما يدافعوا عليها إلا أولادها. والتعيينات تتم على أساس مش على أساس الولاء السياسي، واللي عنده حاجة تثبت خلاف ما نقوله وما قلناه وما سنقوله يتفضل معناها يقدم لنا، ولكن التعيينات تفرضها واقع الحال، لأنه كل معناها مسؤول تعينه مش بالضرورة ينجح في خدمته. نحن غايتنا مش المسؤول في حد ذاته، غايتنا تحقيق معناها مصالح الناس، تحقيق الخدمات للناس، توفير معناها السرعة في إنجاز المطلوب، الجدية، الإيجابية، السرعة. الإنسان اللي أحيانا معناها تقرأ فيه حسن القدرة والكفاءة ما ينجحش لسبب من الأسباب، سواء كان لسبب ذاتي أو لسبب خارج عن إرادته، معقول جدا أنه يتغير بغيره من هو أكفى ومن هو أقدر. وفي هذه الإطار نتصرف كحكومة ونتصرف كترويكا، ونقول مرة أخرى لمن يدعي أن التعيينات تتم على أساس الولاء السياسي أو الولاء الديولوجي، هاتوا برهانكم إن كنتم سارقين، هانا استنوا فيكم وهو شعبنا يتفرج فيكم، أعطيونا الحجج والدلائل، وإذا كان موجودة حاجة تو نعالجه. من حيث هو كان في وزارة العدل وخرج إلى ندرا في علمه اللي قاعد يصير في الحبوسات ولا؟ نحن نتابع الوضع في بلادنا في كل مناحي الحياة، في السجون وفي غير السجون، واللي نأكدوا كونه الأوضاع في السجون فعلا أوضاع صعبة وهي أوضاع موروثة، ورغم المجهودات المبذولة سواء كان على المستوى التشريعي أو على مستوى توفير الإمكانيات أو على مستوى التطوير وتكوين العناصر المشرفة على السجون وعلى مستوى التعاون الدولي، ما زالت الأوضاع صعبة، وإن شاء الله بلادنا تقدر على الخروج من هذه الصعوبات، لكن هذا راه يتطلب شيء من الوقت ويتطلب كذلك إمكانيات التي تعوزنا أحيانا. ياسين الدين، وين ملفات الفساد؟ راكم عملت لنا شيء في المحاسبة. ملفات الفساد والمحاسبة محل نظر وموضع نظر أمام القضاء. إن شاء الله ربي يوفق القضاة اللي يخدموا في القطب القضائي على التسريع في إنجاز ما هو مطلوب منهم بدون تدخل من أي كان، وليطمئن التونسيين والتونسيات أن المصارحة والمحاسبة والمساءلة شرط من شروطي منها نجاح هذه التجربة، وهدف من أهداف تحقيق هدف الثورة المباركة، ونحن لن نتخلى عن ذلك بعيد عن معناها تصفية الحسابات وبعيد عن كل معناها الاعتبارات السياسية. المحاسبة والمساءلة بند أساسي في العدالة الانتقالية، وإن تأخرت ظاهريا بحكم ما تقتضيه من أعمال فستحقق إن شاء الله، وإن شاء الله نهارة اللي يشوفوا النتائج في الواقع يقولوا فعلا أن هؤلاء الناس كانوا يخدموا على أرواحهم ولكنهم يعملون بصمت. تمشي أفاق انفراج بعد انطلاق الحوار الوطني؟ إن شاء الله إرادتنا ورغبتنا أن ينجح هذا الحوار، ونتمنى أن ينجح، ونحن عنا ثقة في النخبة السياسية في بلادنا وعنا ثقة في شعبنا أن تنتهي كل الصعوبات وكل الأزمات إلى انفراج وإلى وضع جديد، ونقول دماء الشهداء إن شاء الله تعصمنا من الزلل وتعصمنا من الخطأ وتعصمنا من الفتن، وإن شاء الله في أقرب الأوقات أوضاع في بلادنا تتطور
في الاتجاه الذي نتمنى والذي نريد إن شاء الله. شكون الشخصية اللي تحبوها ترشح رئيس الحكومة؟ والله في الحقيقة هذا ما علي رئيس الحكومة، هو الشخصية اللي نحب ترشح رئيس الحكومة واللي هي رئيس الحكومة اللي هو لك على العريض، لأن احنا هذا السؤال معناها تحب ترشح وقتاش وكيفاش فيتار. اللي نقوله الآن أنه بلادنا والحمد لله فيها حكومة، وأن الحكومة هذه ما زعزعتهاش الأحداث الأخيرة، وأنه شرف لها أنها استمرت في العمل مش ببذل نفس الجهد، ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق حياة معناها تحقيق حاجيات الناس. وكم تشوفوا المشاريع التي تنجز والتي هي بصدد الإنجاز، وانتم في صفاقس تعرفوا الشيء هذا، وشفتوا البارح في مدنين وفي جابس وفي جندوبة وفي الكاف وفي القسرين وفي كل منطقة من المنطقة كذا. نحن نخدم أرواحنا معناها بكل شجاعة وبكل مسؤولية، وغايتنا إن شاء الله أن رب سبحانه وتعالى يحسب لنا ما نقوم به في عداد حسناتنا، وغايتنا أن شعبنا يرضى علينا، وإن شاء الله كل شعبنا يميز بين الخبيث وبين الطيب، وإلى حين أن يتفق الفرقاء السياسيين على حاجة أخرى فهي أهلا وسهلا، أن نحن ما نشي خارجين على الإطار العام. نحن رهن ما يتم التوافق عليه من طرف الفرقاء السياسيين، ورهن ما يقرره تقرره مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس وطني تأسيسي. ونحن وجدنا في هذه الحكومة لخدمة هذه البلاد وللتضحية من أجلها، وما نقوم به هو جزء من هذه التضحية، وإن شاء الله نبقى ديما على هذا الخيار سواء كنا في الحكومة أو خارج الحكومة. كنا وما زلنا وسنبقى إن شاء الله جنودا لهذا الشعب الأبي البطل، أوفياء لدماء شهداءه، أوفياء لثورته، حريصين على تحقيق أهداف هذه الثورة المباركة، وحريصين على إيصال بلادنا إلى شاطئ الأمان بأقل الخسائر وفي أسرع الأوقات. سؤال أخير سي نور الدين ودقيق، مسألة النيابة الخصوصية في صفاقس. النيابة الخصوصية في صفاقس كان فيه أمر بتغيير هذه النيابة طبق القانون، ووقع شيء من النزاع والتنازع، وثم قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ ذلك الأمر. على كل حال الحكومة بصدد معالجة هذا الأمر طبق القوانين نتاع البلاد وبدون اي اعتبارات لا سياسيه ولا حزبيه. غايتنا هو استمرار المرفق العام، وغايتنا خدمات معناها في مستوى عالي لابناء صفاقس، وغايتنا تطبيق القانون، وان شاء الله هذه المشكله تحل في اقرب الاوقات. ماشي في اتجاه الحل، تتجه ان شاء الله في اقرب الاوقات تبقى القانون وبما يتماشى مع مصلحه صفاقس ومصلحه البلاد وبما يخدم اهداف الثوره وقيمها ومبدأ إن شاء الله. إذن نشكرك سي نور الدين على رحابة صدرك وعلى كل هذه التوضيحات، ونتمنى من الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد. شكرا لكم على هذه الفرصة التي تحتموها لي لمخاطبة جمهور قناة القلم، وهو جمهور ظهر لي منها فيه في جزء كبير منه في جهة الصفاقس، هذه الجهة التي ولدنا فيها وتربينا فيها وتبقى دائما معناها مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا هي وكل جهات البلاد. البلاد هذه بلاد عزيزة علينا وتراب عزيزة علينا، والشكر لكم وكل الإخوة اللي معناها تحملوا الشقاء والتعب من أجل الانتقال إلى مقر رئيس الحكومة وجراء هذا الحوار. وتحياتي لكل السادة المشاهدين، وأقول لكل التونسيات والتونسيين الذين يشاهدوننا، أتمنوا فأن تونس بين أيدي أمينة، وأتمنوا فأن بلادنا سائرة إن شاء الله نحو تحقيق أهداف ثورتها. لا تترك الذين يعادون هذه الثورة والذين يحاولون تخريبها والارتداد عليها، لا تتركوهم يخترقوكم بالتشكيك في جدية مساعي الحكومة من أجل مقاومة الفساد مثلا، أو من أجل معناها مقاومة بقايا العهد البائد، أو من أجل تحقيق أهداف الثورة. هؤلاء لا يتحدثون عن ذلك حب في الثورة أو سعي لتحسينها أو سعي للتسريع في تحقيق أهدافها، هؤلاء يستعملون ذلك من أجل ضرب معناها الثوار وضرب المحبين للثورة المدافعين عنها في معنوياتهم من أجل تهديد معنوياتهم، وهم يستعملون هذا معكم، ويستعملون هذا مع قوات الأمن الداخل، ويستعملون هذا مع قوات الجيش الوطني لهدف واحد، وهو
تهيئة الأوضاع للانقلاب على هذه الثورة والارتداد عليها. نحن واثقون إن شاء الله من دعم ربي سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أننا وشعبنا على حق. نحن نعتقد أن بلادنا في حاجة إلى مزيد التضحية، في حاجة إلى مزيد الصبر، في حاجة إلى مزيد المثابرة، في حاجة إلى مزيد العرض على هذه المبادئ والقيم التي ربنا عليها. بالنواجد بلادنا في مرحلة فاصلة، إن شاء الله يكون عنا وعندكم شرف أن نكون فاعلين إيجابيا في هذه الفرح الفاصلة التي ستنقل تونس من مرحلة إلى مرحلة، وستغير وجه هذه البلاد ومستقبل هذه الأمة. بلادنا هي بلادنا، بلاد أجدادنا، بلاد أبانا، بلاد أولادنا، بلاد أحفادنا. حذاري أن نكون سببا في المساس بها، وحذاري أن نكون سببا لا قدر الله في التفريط في هذه الثورة وفي فتح أي فجوة مهما كانت معناها لأعداء هذه الثورة حتى ينقلبوا عليها. إذن نشكرك مجددا سي نور الدين. أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي لخاتمة الحلقة هذه اللي أجرينا فيها الحوار مع السيد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري، على أمل اللقاء بكم مع ضيف جديد في حلقة جديدة. أستودعكم الله تعالى.